القراقير من هول الصدمه نكست عبد المجيد معرفش ايه واحبطوهم بعد سنوات من القرقره والجزائر وفلسطين وهنروح فلسطين وهنحرر وبتاع وقرقر قرقر قرقر وبعدين انبطح الرئيس واختفى 11 يوم 12 يوم والشعوب كلها فضلت تضحك عليهم وتقول لهم اسكت بقى يا بق اسكت بقى يا بق واتفضحوا وبقوا فضحتهم بجلاجل بدأوا يبومدوا ويعملوا عنتريات كاذبة وفيديوهات مفبركة على البطولات وما فعلته الجزائر ونشرت لك فيديو من من قناة عاملة لقاء مع واحد من الهلال الأحمر بيقول لهم راحت طياراتنا قصفت وودينا المساعدات وست طيارات قصفت إسرائيل وعمل بطولة من الهوا كده كاذبة برمتها. دلوقتي بيعملوا على التيك توك فيديوهات لرئيس إسرائيل وهو بيلقي خطاب ده كان في بداية الحرب على غزة وهو بيتكلم عن حماس وإرهابيين ومش عارف مالهم ومالهم ومالهم ما جابش سيرة الجزائر. الخطاب كله ما فيهوش أي كلمة عن الجزائر. قلبوا الخطاب وعملوا له ترجمة أن الجزائر ومرعوبين ورايات الجزائر والجزائر. والله العظيم زي ما عملوا مع شارون وخطابه هو ومشي ديان لما بيجيبوهم في حرب أكتوبر بيدبلجوا الكلام على أن الجزائر وقلت له لشارون الغبي أن الجزائريين سيأكلون وسيطحنون وهو لا قال كده في الأصل بتاعه ولا أي كلام من ده إنما القرقور بيحب كده. جابوا رئيس الجزائر إسرائيل دلوقتي ودبلجوا خطابه. الخطاب ده شهير على فكرة. اكتب رئيس إسرائيل وخطابه هتلاقيه بيتكلم عن حماس ولم يتحدث ولا الجزائر ولا جاب سيرة حد تاني. كل كلامه كان عن حماس وغزة وعن إسرائيل والكلام ده. دبلجوا وعملوا العبدقة سيناريو وهمي أن الرئيس مسكين مترعد ومرعوب ويكاد يبكي من الخوف من الجزائر وحطوا له جزائر 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 وهو لا جاب سيرة الجزائر ولا تلاقيه مسكين يعرف الجزائر دي فين. شوف الفيديو واستنى أحكي لك الحكاية. כבר מזמן לא בוויכוח פוליטי, אלא על סף קריסה חוקתית וחברתית. ולכן, כפי שנהלו נשיאי ישראל בעבר, במקרים קיצוניים כאלה, אני מסרב לעמוד מזה. אני רואה ושומע את ההפגנות בכל החברה, קהל עצום שמממשים את זכות ההצבעה, ולבדם בעזם אבי לגלים על החסם. אני מרגיש, כולנו מרגישים שאנחנו נמצאים רגע לפני להשאיר את הרשות הלימה. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. فكروني بسعيد صالح مرشات عسكرية وقرآن لما كان بيقول منز بن المعلم الزناتي مرس بن المعلم الزناتي تهزم يا رجالة. مرشات عسكرية وقرآن نفس القصة. هم عملوا بقى أغنية حماسية يا الجزائر يا المعرفش إيه وقاموا حاطين ترجمة لكلام الكلام ده لم يذكر فيه الجزائر مطلقا ولا الترجمة اللي مكتوبة دي أنه أن تبون يملك أسلحة فتاكة. يا لا ده أنت لا تملك العدس يا جدك. وأنا أعرف أن تبون يملك أسلحة فتاكة وأنكم تساعدون حماس وأنكم وشفنا طيارات بتقصف وعملوا حدوتة زي ما أنت شايف كده. ليه؟ أقول لك ليه. المواطن مسكين يشعر بالعار. هذا المواطن الذي قرقر على السوشيال ميديا ويلي 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 وزايد على العالم كله وإذ جاءت حرب غزة خلته مسكين مفضوح صليتي مليتي تافه وصغير وزي ما قلنا له. فطلع العمدة عنده حق. فنعمل إيه؟ منطق محمود الكهربائي انكر. ينكر بإيه؟ رئيس اللي ما شفنا مظاهرة عنده في الشارع، اللي ما شفنا رئيسه قال تصريح، لا رئيس إسرائيل يعلم ما لا تعلمون، يعلم ما لا يعلمه العرب جميعا وتبون شخصيا. قاموا مفبركين له بقى زي ما أنت شايف ترجمة كده. أن الجزائر والجزائر ورايات الجزائر وشعب الجزائر وجنود الجزائر والرئيس تبون يملك سلاح. ما يملك إيه يا جدك؟ سلاح إيه اللي يملكه مسكين؟ ده يملك ايه مسكين؟ ده لا يملك العدس، ده لا يملك اللوبيا، لا يملك الحليب، لا يملك الماء، لا يملك القرار، لا يملك القرار، لا يملك ان يذيع حوار عمله مع بتوع المؤسسات مدراء المؤسسات الاعلاميه. ده مسكين لا يملك ان يدخل البريكس، ده مسكين لا يملك ان يغسل نفسه، يعني يغسل وشه،
ده مسكين لا يملك حاجه خالص، ده مسكين ده مقهور. قاموا عاملين فيديو معرفش الكذب، الكذب الفجي. طب والشعوب العربيه مش عارفه الكلام ده؟ يعني الفيديو ده اللي رئيس اسرائيل ده العالم كله شاف الفيديو ده، هو فيديو وحيد يتيم، هي خطاب واحد اللي قاله في بدايه الحرب، هو معروف وموجود واكتب على اليوتيوب وشوفه وشوف ترجمته الاصليه، لم يذكر الجزائر ولا يعرف هي فين. بيتكلم عن حماس، قاموا عاملين وشوف، وهتلاقي القرقور جاي بقى نفس على نفس الفيديو ده زيه كده، جايبين شارون ومشي ديان، فيديو شهير بيعرضه لنا كل سنه في حرب اكتوبر، المصريين كلهم حافظينه، لمشي ديان وشارون وقت تخطيط للحرب، وبيتكلموا عن الحرب، ما اتكلموش، لا جابوا سيره الجزائر، عاملين برضو ترجمه كده يقول لك وقلت لشارون الغبي يا شارون ان الجندي الاسرائيلي الجندي الجزائري سياتي، وجاء الجندي الجزائري للاسف واتقلبت المعركه راسا على عقب، وعملوا روايه والقرقور مصدقها لحد دلوقتي وبيجي يقرقرهالنا في تعليقات، وحرب اكتوبر لم تكن عربيه اسرائيليه بل كانت جزائريه بنفس الطريقه دي. ولذلك القرقور مهتوك الوعي المسكين ده، يجي يروح للفلسطينيين بعد ما تخلص الحرب ان شاء الله على خير وربنا ينصر حماس، ويقوم كاتب لهم بقى يلي ويلي ويلي ويلي، عندما كان والجرايد هتكتب بقى والقراقير تقرقرقرقر، وعبد المجيد لوبيا هيقعد ينخع وينتش كذب في حواراته. وانا كلمت محمود عباس وقلت له وبعت قوات، بس دي حاجات مش عايزه تتقال، يعني حاجات انا دي بسحلاوي، يعني دي حاجات سياسات الديب السحلاوي دي ما تتقالش. وكان هناك ويقعد يعمل لنا بقى الايه الشو بتاعه ده، ويطلع رشيد اور يقول لك اوه الصواريخ دي جزائريه، انت شفت الصاروخ وهو ماشي ده من مسكره من معسكر، ده عملناه على شكل المسكره عشان المسكره من معسكر، اي كلام بقى. وهنود يا ودي يا ودي يا ودي على نشوفه في الايام اللي جايه، كذب في كذب. ده ليه؟ لانه مسكين مصدوم بائس، البؤس خلاه مسكين يلجا للحيل الكوميديه دي، هيعمل ايه؟ ما هو ما فيش غير كده، هيعمل ايه؟ او مستني يا عبد المجيد لوبيا ما فيش مظاهرات، يا عبد المجيد لوبيا ما فيش حاجه، يا عبد المجيد لوبيا طب طق عنك طبح اي كلمتين طب في الهوا، ما فيش. راح وزيره ووفد حضروا في امريكا ما جابوش سيره غزه، قمه امريكيه ما جابوش سيره غزه، رجعت سفيره امريكا في الجزائر فضحت رمت جد ابوهم. عملوا بعد ذلك قمه افريقيه اوروبيه، قال لا ده غزه بتتضرب، لا نحن نمثل افريقيا ما تمثلنا الصين للعالم. يا عم الله يخليك، ده غزه بتتضرب، لا احنا عندنا قمه مهمه افريقيه اوروبيه عشان نشوف حد ينقذنا من البؤس اللي احنا فيه، واي كلام في اي كلام. ادي يا سيدي، ادي يا سيدي اللي انت شايفه اهو بقى، قول لي انت بالله عليك عمرك شفت بشر بهذا الشكل؟ كذب بهذا الشكل، كذب فج بهذا الشكل. عمرك شفت صحافه احقح كده؟ عمرك شفت شعب مهتوك الوعي بهذا الشكل؟ عمرك شفت شعب مشتاق للبطوله بالطريقه دي؟ حاجه يا ودي والله العظيم تعيا ما تخمم، تعيا ما تفسر، تعيا ما تتكلم، ما توصل عمرك بخيالك لقاع الانحطاط اللي عايشين فيه هؤلاء القراقير المحاجير المساكين. شيء عبثي للغاية. فيديو لرئيس دولة بيقول كلمة حشروا أم الجزائر، ونعلم أن تبون يملك سلاح، يملك إيه؟ ده ما يملكش العدس واللوبيا، ده لا يملك قراره، ده لا يملك نشر حوار قاله، ده لا يملك مسكين، ده لا يملك الأندر وير بتاعه، ده تلاقيه بتاع زهرة مراته، ده لا يملك حاجة مسكين، ده ضايع ضايع، لا يملك قراره، لا يملك شيء، لا يملك عدس ولوبيا، لا يملك شيء، ده غلبان، ده ملة خالص. لكن هم شايفين انه يملك سلاح نووي، سلاح فتاك، ما اعرفش. عمرك شفت كده؟ لذلك قلت اوريكم هؤلاء البؤساء وصلوا لاي مرحله مساكين من هول الصدمه. صدموا يا عيني والله، اتصدموا، صعبانين على ما هو فضلوا سنين يقرقروا بالقوه الزارطه ونعمل ونسوي ونحاول، افتحوا الحدود يا مصاروه، ومساكين ما قدروا يعملوا مظاهره، مساكين ما قدروا يقولوا كلمه، رئيسهم طب ساكت جبان مرعوب مرعوش، الله يحسن الاعوان. فيعمل ايه؟
لجأوا بقى يجيبوا بقى في الصحافة الهلال الأحمر روحنا غزة وعملنا، ويجيبوا مسكينة وعم جدي هلفط، ويجيبوا مسكين يعملوا رئيس إسرائيل قال وقال والجزائر والجزائر، ومساكين مساكين مساكين لا يحصل أهوان لا يحصل أهوان. القراقير في حالة صعبة جدا بعد أن اكتشفوا بسبب السوشيال ميديا، وهم اكتشفوا نفسهم وحجمهم بؤساء للغاية. لا تخرج قبل أن تقول فخص على دي بشر. دي الحكاية. أشوفكم على خير.